معكم دكتور إسماعيل أحمد، المدير التنفيذي لباشون الدولية في سراييفو البوسنة والهرسك. باشون الدولية هي شركة تعمل في مجالات أربعة: مجال التعليم، مجال السياحة، مجال العقارات، ومجال الاستثمار. هناك أسئلة كثيرة مطروحة حول دولة البوسنة والهرسك. ما هي أهمية تأشيرة دولة البوسنة والهرسك؟ ما هي مجالات الاستثمار المربحة في دولة البوسنة والهرسك؟ كيف ندخل دولة البوسنة والهرسك ونتمتع بما فيها من مميزات؟ سنجيبكم عن هذه الأسئلة وعن غيرها من الأسئلة المطروحة حول البوسنة والهرسك في هذه السلسلة، فكونوا معنا. الله معنا، تسمعنا وترانا. الله الله، إنا نرجوك الغفران. أصلحنا ويانا واغفر خطايانا.